اليوم. هذا مكاني. اعتداء على الرئيس. إيفا، ما الذي تفعلينه؟ هذا ليس وفقا للسيناريو. أريد لعب دور الرئيس. هل أنت جادة؟ الجميع يعرف أن الرجال فقط من يصبحون رؤساء. أنتم ستندمون الآن. أمسكها. هذا الهراء. يمكن للفتاة أن تكون رئيسة أيضا. لا يا إيفا، نيت على حق. في الحياة الواقعية الرؤساء يكونون دائما ذكور، وفي مسرحيتنا سيكون الرئيس ذكرا أيضا. أنتم مصيشون. سأصبح رئيسة حقيقية للبلاد وستندمون جميعا على كلامكم. ابنتي، ماذا حصل؟ قيل لي أنني لا أستطيع أن أكون رئيسة، ولن أستطيع لعب هذا الدور في المسرحية المدرسية. لكن لماذا؟ قالوا أن الأولاد هم فقط من يمكن لهم أن يكونوا رؤساء. ما هذا الهراء؟ يمكنك أن تصبحي ما تشائين، وسأثبت لك ذلك. إيفا هي الفتاة الرئيسة. هيا صوت الآن لإيفا. أمي توقفي، لن أصبح رئيسة هكذا أبدا. ولكن سترين كم شخصا سوف يصوت لك. صوت لإيفا، أول فتاة رئيسة. أمي، نحن نقف هنا منذ نصف ساعة ولم يأتي إلينا أحد. أنا فاشلة. مرحبا، أريد أن أصوت لإيفا. أرأيتي؟ أجل، بالطبع، تفضلي. أجل. ودان. أول صوت، صوت لإيفا. إن هذا صوت واحد فقط. نريد أن نصوت لإيفا أيضا. حظ سعيد لك. رائع، إنهم يصوتون لي حقا. ألم أقل لك ذلك؟ إيفا رئيسة. صوت لإيفا. هل يمكنني أن أصوت أيضا لإيفا؟ بالطبع. بالطبع. شكرا. متأكد ستكونين رئيسة رائعة. إيفا هي الرئيسة. إيفا هي الرئيسة. واو، لم يعد هناك مكان في الاستمارة. ها هي يا إيفا، أصغر مرشحة في الرئاسة. كيف فعلت ذلك؟ أنا وأمي قررنا فقط النظر إلى عدد الأشخاص الذي سيصوتون لي. لقد حصلت على أصوات المدينة بأكملها تقريبا، تهنينا. تعبت من توقيع هذه الوثائق. ولكن سيدي الرئيس، هذه هي وظيفتك. أعرف ذلك، أريد الذهاب في إجازة. حسنا، سأرتاح قليلا، سأشاهد اليوتيوب. أنا فقط النظر إلى عدد الأشخاص الذي سيصوتون لي. لقد حصلت على أصوات المدينة بأكمالها تقريبا، تهنينا. الفتاة ممتازة. أجل، هي ممتازة، هناك الكثير من يصوت لها. بالضبط، فلتصبح هي رئيسة بينما سأذهب في إجازة. أريال، احجزي التذاكر إلى هاواي. ولكن لا يمكنك. أريال، احجزي التذكرة. سأسافر في إجازة. يهو، لا زلت لا أصدق أني جمعت هذا القدر من الأصوات. ألم أقل لك أنه باستطاعتك ذلك؟ المهم أن تثق بنفسك. ولكن مؤسف حقا أن هذا ليس حقيقيا وأن لدينا رئيس. أنسة إيفا ستأتين معنا. من أنتما؟ إيفا رئيستنا الجديدة. بأمر من الرئيس سيتم تعيين إيفا كرئيسة؟ هذا لا يعقل أمي، انظري، هناك توقيع الرئيس ساري والخاتم. اركبي السيارة رجاءً.
السيارة للرئيس فقط؟ ولكنني أمها. إيفا أخبريهم. أدخلا أمي على الفور. لو سمحتما. أنا وأنت نشكل فريقا رائع. واو، هذا هو المكتب الحقيقي للرئيس. الآن هذا هو مكتبك. فلتجلسي. يا مارغريت، لن تصدقي، ابنتي هي الرئيسة. سترين كل شيء في الأخبار. حسنا يا إيفا، نحن بحاجة فورا للصحفيين. أجل، هل سمعتما؟ يا للهول، التلميذة أصبحت رئيسة. ما هو شعورك؟ هو الفشار. أوه، حالية. والآن يمكننا مشاهدة فيلم ما. أخبار عاجلة، أصبحت رئيسة جديدة وهي إيفا. بالأمس كنت تلميذة عادية واليوم أنت رئيسة. أخبرينا كيف هو الأمر. نحن سعيدات للغاية وواثقات من أن إيفا تستحق ذلك. أمي، أستطيع الرد بنفسي. أعطني. أنا واثقة من أني سأكون أفضل رئيسة. كل فتاة سيكون لديها مصمم خاص، وكل التلاميذ سيحصلون على آيفون جديد. إيفا، ما الذي تقولينه؟ أفضل طهاة الدولة سيعملون في مقصف المدارس. لا، بل العالم. يا لها من أخبار. هل ستكون هناك بعض الامتيازات للصحفيين؟ طبعاً، لكل صحفي سائق شخصي. إيفا، توقفي، لقد انتهت المقابلة. ولكنني لم أطرح كل الأسئلة بعد. لاحقاً، الرئيسة مشغولة الآن. جنون. إيفا الرئيس، هل هذا أسوأ كابوس؟ صح، هذا ليس حلماً. أنا مصدومة. كيف ذلك؟ كم الأمر ممل. أريد أن أكل. أحضر لي برجر وكوكا. رائع. إيفا، ماذا تفعلين؟ كم مرة أخبرتك أن الوجبات السريعة مضرة؟ خذ هذا وأحضر شيئا صحي. أرأيتي؟ هذا أفضل بكثير. شهية طيبة يا بنيتي. لن أكل كل هذا العشب. أنا رئيسة وسأكل ما أريد. أنت ابنتي وستأكلين ما أقوله لك. كلي. يجب أن أصدر قرارا يقتضي أن كل أطفال البلد يجب أن يأكلوا طعاما صحيا فقط. وقعي. لن أوقع هذا. إيفا. والآن كلي. والآن كلي. هناك رائحة شهية للغاية. مخالفة. الرئيسة إيفا منعت الوجبة السريعة في جميع أنحاء البلاد. علينا التخلص من هذا. هاي. الطعام الصحي فقط. يا إلهي، هل إيفا مجنونة تماما؟ متأكد سيسمح لنا برؤية الرئيس. بالطبع، إن إيفا زميلتنا. يجب أن نذكر أننا أصدقاؤها، فلتعطي لكل واحد منا مثلا طائرة شخصية. ولكن فلترفع أولا الحظر عن الوجبات السريعة. من أنتم؟ رؤية الرئيس ممنوعة. نحن أصدقاء، أدخلنا. ابتعدا، الدخول ممنوع. دعنا ندخل، نريد أن نرى إيفا. يكفي هذا، يدعو. فقط أخبر إيفا عنا. ابقوا هنا.
قلت لكم أن ابنتي يجب أن تجلس في أفضل كرسي. نعم نعم سيدة الرئيسة، لقد أرسل هذا لك. زملائي يريدون مقابلتي. ملعب الرياضة رائع، لقد سئمت من الكبار. لكن والدتك منعتك من مغادرة المكتب. أنا رئيسة هنا وسأقرر بنفسي ماذا أفعل. نعم، وطاولة أكبر من البلوط الأبيض. ماذا لو انتظارنا بلا فائدة وإيفا لن تأتي؟ ستأتي، سترين ذلك. مرحبا زملائي. إيفا هاي، اهدئي، إنها ليست خطيرة. إيفا أخيرا أتيتي، أردنا أن نطلب منك. استقنا لك جدا، أردنا أن تلعب كرة الطائرة معنا. ماذا؟ أردنا طلب الطائرة منها. في البداية علينا أن نكون أصدقاء وإلا لن تعطينا شيئا. الكرة الطائرة، أنا لا ألعب بشكل جيد. لا عليك، ستنجحين في الأمر، نحن أصدقاء. إذن دعونا نلعب. هوب هوب. هيه إيفا امسكي. الاعتداء على الرئيس. اهدا. زاك اترك. هل انت بخير؟ كل شيء بخير، اصبت في يدي فقط، سارتاح قليلا واعود الى اللعبة. والآن سيرى الجميع كيف يتحمل حراس الرئيس، وإيفا ستطرد. إيفا اعتداء. هذا يكفي. هذا سيعمل بالتأكيد. اترك ميا، اترك ميا. هل صرخ أحدهم؟ لا يهم. لم أفهم، لماذا الماء لونه بني؟ ما هذا؟ كولا؟ إيفا أمسكي. بالطبع ما أحتاجه. إيفا تعالي إلى هنا بسرعة. أوي. التصوير ممنوع. هي، لما حذفت كل شيء؟ بسرعة إلي. أوه يا رفاق، يجب أن أذهب. إلين والطائرات، سأسقطها عن منصبها مهما حصل. إيفا هل جننت؟ أصدرت قرارا بأن تصب الكولا في الصنبور عوضا عن الماء. الكوكا الكولا. وبماذا سأسقي الزهور؟ بالكولا؟ أردت الأفضل. بعوضة، تعالي إلي. توقفي. إيفا اهدئي. ولكن كانت هناك بعوضة يجب أن أمسك بها. سأحضر كل البعوض في العالم. لا لا تفعلي. لكن لماذا؟ إنه يعض ويطن أيضا. إنه مفيد، سوف أشرح لك الآن. انظري، البعوض تأكله الضفادع، والضفادع يأكلها اللقلاق، واللقلاق يجلب الأطفال. إيه؟ إذا لم يكن هناك بعوض ستنقرض الضفادع، حينها لن تجد اللقالق ما تأكله وستختفي، وعدم وجود لقالق يعني لا أطفال. وستختفي البشرية. بالضبط. حسنا، حينئذ لن أحضر البعوض. أحسنتي. وبشكل عام، دعيني أنا التي أصدر القرارات، وأنت وقعي عليها فقط. ماذا؟ لا، أنا رئيسة. لكن أنا الأذكى. لا، لقد تم انتخابك رئيس، لذا سأقرر بنفسي ماذا أفعل. خذها هنا. لا يا ابنتي، ستندمين على هذا. لا. أستطيع فعل كل شيء بنفسي، وبالإضافة سأعين مساعدا آخر. لماذا أعمل نادلا هكذا؟ وإيفا رئيسة، أنا أستحق هذا المنصب أكثر. ماذا؟ إيفا تبحث عن مساعد؟ هذه فرصتي، هكذا سأستطيع إسقاطها وحل مكانها بالتأكيد. يوهو.
إن المال ليس جميلاً أبداً. ومن هؤلاء الرجال على أي حال؟ بنجامين فرانكلين. لماذا هو مرسوم على المال؟ أنا الرئيسة، هل يمكنني إصدار مالي الخاص؟ بالطبع، كل السلطة في يديك. رائع. وهكذا وهكذا أيضا. في المقدمة أبدو أفضل. بالطبع يا سيدة الرئيسة. تم طباعة المال الجديد. واو، هل أبدو جميلة؟ جدا. رائع. ماذا أفعل أيضا؟ نحن نتلقى شكاوى من التلميذات الثريات. ما الذي لا يعجبهن؟ امسكي. لا أريد القراءة، اقرأ. والدتك أصدرت قرارا حيث على جميع التلاميذ ارتداء نفس الزي، والفتيات الغنيات لا يعجبهن أنهن يشبهن الفقيرات الآن. فكرة. حسنا، يحظر على جميع الفتيات الثريات ارتداء نفس الملابس لأكثر من يوم. يجب أن يرتدين كل يوم شيئا جديد. والتوقيع. امسكي. لماذا أنت واقف؟ انتظر المقابلة، لقد قلت بنفسك أنك بحاجة إلى مساعد، وها قد جاءوا. يا إلهي، بالضبط. فتقتره بنفسك ولأجلي الأفضل. تحرك هيا، لقد تعب. مرحبا، أتيت لأصبح مساعد الرئيس. ما هو تخصصك؟ ماذا؟ ما الذي تجيده؟ أنا أجيد لعب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة. انظر إلي. أوي، لم أقصد. لا تناسب. خذ كرتك معك. التالي. إنه دوري. لقد أتيت الأولى. كلا. هدوء. هل تريدون أن تصبح مساعدة؟ أنا الوحيدة من تريد. إنها غبية. بل أنت الغبية. لا تناسبني أيضا. اتركني، فلمعلوماتكم أنا صديقة إيفا. وأنا أعز صديقاتها. التالي. صباح الخير، أنا نيت، وهذه سيرتي الذاتية. سيرة ذاتية ليست سيئة. طبعا، كنت أدرس المحاسبة وتنظيم الدولة، بالإضافة أجيد تحضير كابوتشينو رائع. أعتقد أن هذا مرشح مثالي. موافق. سيدة إيفا. يا إلهي، أنتما هنا؟ يجب أن تدقا. لكننا حضرنا لك مساعدا. نيت، حقا؟ ألم تستطع إيجاد شخص أفضل؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ ألم تكن تكرهني؟ إيفا، ما بك؟ تذكري عندما كنا نلعب كرة الطائرة، أنا من دعا الجميع. كنت دائما مثالا لي. كنت دائما أريد أن أكون ذكيا وحازما مثلك. حقا؟ نعم، وشرف لي أن أكون مساعد رئيسة مثلك. حسنا، إذا ابقى. وقت الرياضة. ماذا؟ سيدة الرئيسة، وقت الرياضة. واحد، اثنان، واحد. لا 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 لا، لن أعمل هذا. نت، هيا. اكتب. حسنا، اكتب. احضروا الرياضة في جميع أنحاء البلاد. بدلا من ذلك، فليأكل الجميع الكعك. مخالفة. ماذا تفعلان؟ الرياضة ممنوعة وفقا لقرار الرئيسة. كل الحلوى، لكن أردت الفوز في ألعاب القوى. قلت كل.
مساء الخير، تفضلي سيدتي الرئيسة. إن كونك رئيسة يا سيدة إيفا لا يعطيك الحق للتأخر على حصتي. أستاذة كريس، اتركي الأمر لي، الرئيسة لديها الكثير من الأعمال، بإمكانها عدم حضور دروسك. كان من الأفضل أن تسعدي أنها خصصت وقتا لك. ماذا؟ هل نيت أصبح خادمة لإيفا؟ فاشل. هدوء. حسنا، بما أن إيفا لديها القليل من الوقت فستكون هي أول من سيجيب على السؤال. لا مشكلة. أين تقع أستراليا؟ هنا. جواب خاطئ. حقا؟ دقيقة واحدة. والآن؟ يا للجنون. حسنا، اجلسي. أرأيتم؟ وماذا في ذلك؟ كل هذا بفضل أنك رئيسة. في الواقع أنت غبية جدا وفاشلة بلا عقل. كيف تجرأتم؟ أنا رئيسة. أغبى رئيس على هذا الكوكب. أعتقد أعرف ماذا أفعل بهم، يجب أن يسجنوا. أطلقوا سراحنا. كنا نمزح فحسب. وهكذا سيكون مع كل شخص أساء إلى رئيسة، أليس كذلك نيت؟ نعم نعم، سيرى الجميع أن إيفا رئيسة سيئة. نيت. نعم نعم، أنا هنا. لنذهب. لماذا طردتني إيفا هكذا؟ ماذا؟ الرئيسة إيفا تسخر من التلاميذ وتحبسهم في السجن؟ ويوجد فيديو أيضاً؟ يا إيفا! ألو، هل رأيت ماذا كتب عنك في الإنترنت؟ نعم أمي، رأيت؟ ما كان يجب أن أرد على استهيلي. أوه، كفى، سأحل الأمر. لقد سئمت منها. هل حدث شيء؟ نعم، شخص ما قام بتصوير كيف حبس زملائي في السجن، ونال تقييمي ينخفض. يا للهول، من يمكن أن يكون؟ لا يهم، يجب أن نفكر ماذا أفعل. أعتقد أنني أعرف ما أفعل، يجب أن تطلق سراحهم وأن تعطيهم المال. سأصور كل شيء على الكاميرا. صحيح، لنفترض أن الفيديو عن السجن كانت مزحة. أحسنت. أحسنت يا نيت. لنبدأ. صباح الخير يا سكان بلدنا الجميل، الفيديو السابق عني كان مجرد مزحة، أليس كذلك رفاق؟ نعم. في الواقع أنا أحب زملائي جدا، لذلك خصصت لهم منحة من رئيسة. أمسكي أمسكي، ولك، تفضلوا. عظيم، صورت. إيفا تعطي المال. هيا إيفا تأخذ المال. والآن أخرج من هنا. أخبار عاجلة، الرئيسة إيفا تأخذ المال من التلاميذ، تقييمتها تنخفض على عكس مساعدها نيت. الجميع ممتن له لأنه قام بتحميل ذلك الفيديو عن إيفا وكشف وجهها الحقيقي. الآن نيت هو الرئيس الجديد. أين أضع الهاتف؟ حسناً. من هذه الغريبة على مكتبي؟ ارحلي من هنا. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ اطرده من هنا. أنا الرئيس الجديد، لذلك اطرد هذه الفاشلة من مكتبي. ماذا تفعلان؟ اسمحوا لي بأخذ هاتفي. وأخيرا. بنيتي، ما الذي حدث؟ لقد تمت خيانتي، لقد أعطيت المال لزملائي وأرسل نيت هذا الفيديو للصحفيين بترجيع عكسي. لقد رأيته وكنت أعلم أنك ما كنت لتفعلي ذلك. لم أعد الرئيسة بدلا. تفضل.
مرحبا زاك، هل أتيت من أجلي؟ هل سأصبح رئيسة مرة أخرى؟ أحلمي، خذي ملابسك وهاتفك. يا فاشلة. ابنتي، لماذا أنت حزينة؟ هذه مثلجاتك المفضلة. أجل، ولكن الآن لا شيء يسعدني. توقفي عن البكاء، لقد قررت، سنعيدك إلى مركز الرئيسة وسنثبت أن نات هو الذي خانك. كلا، ما الفائدة؟ نظرا لأني أصدرت قرارات أن جميع الأطفال يجب أن يأكلوا الوجبات السريعة فقط وحضرت الرياضة، أصبح التلاميذ الآن يعانون من زيادة الوزن. أنا رئيسة سيئة. هل أنت متأكدة؟ ألم تفعلي شيئا جيدا قط؟ رائع، الآن لدينا ملابس غالية. أنا أيضا، ليس أنت فقط. إنها هي. شكرا، شكرا لك. شكرا جزيلا. على ماذا؟ كيف؟ عندما كنت رئيسة حرمت جميع الأغنياء من ارتداء نفس الملابس، وأصبحنا الآن نملك ملابسا لأنهم يتخلصون منها، إضافة إلى أنها جميلة وغالية. حسنا، لنذهب. قيل أن هناك إمدادات أخرى من الملابس في سلة المهملات التالية. هل رأيتِ؟ أنتِ رئيسة جيدة ويمكنك إصلاح جميع الأخطاء. أنتِ محقة، أحتاج لتحديد موعد مع نات. ما هذا الفيديو؟ هؤلاء الناس الحمقى سيعطونني كل مالهم. جنون. يا له من لئيم، يجب أن نري هذا الفيديو للصحفيين فورا. لا، ليس لديكم الحق، هذا مكتبي، أنا الرئيس. ليس بعد الآن. الجميع رأى وجهك الحقيقي. حسنا، لنبدأ في تصحيح كل أخطائي. هذا صحيح. يبدو أن هذا كل شيء. ليس بعد، لدينا شكاوى من المدرسة عن التنمر ويجب أن نتصرف. أعرف أن كل من يتنمر هو شرير، ويجب أن نتخلص من غضبهم بطريقة أخرى. أيتها الفاشلة، أعطيني غذائك. هذا كل طعامي لبقية اليوم. ماذا يحدث؟ التنمر ممنوع. واحد، اثنان، ثلاثة. أخيراً يمكنني إيذاء الناس وهذا يعجبهم. تبدو هذه فكرة جيدة. هذا بالفعل رائع. نعم، أجل. إذن كيف سارت الأمور؟ أرأيتِ يا ابنتي؟ ألم أقل لكِ أنكِ ذكية ويمكنكِ التعامل مع كل شيء؟ لولاكِ يا أمي، ما كنتُ لأنجح. أنتِ الوحيدة التي بقيت معي في أصعب اللحظات. شكراً يا أمي، وسامحيني عندما طردتُكِ. يا بنيتي، بالطبع سأسامحك، وسأكون معكِ دائماً وفي كل الظروف. مرحباً جميعاً، عدتُ من الإجازة. مرحباً أيها الرئيس هاري. مرحبا. حسنا، كيف الأعمال؟ هلا عليكم ما لا تحتاج لإخباري، بلغوني بكل شيء. إيفا، قمت بعمل رائع. حقا؟ شكرا. سؤال آخر، ألا تريدين أن تحل مكاني لأسبوع آخر؟ كنت لا أمالع السفر إلى أوروبا. شكرا يا سيد هاري، ولكن لا، هذا يكفي مني إدارة البلد. صحيح، يجب عليها إنهاء دراستها أولا. حسنا، كما تشاءين. إذا شكرا لعملكما. أتعرف لدي طلب صغير لك؟ لا يسمح لي بلعب دور الرئيس في المسرحية المدرسية. يلا من هراء، لا عليك، سأفعل كل شيء الآن. وتذكروا أننا بلد واحد. هذا ليس كل شيء. ذات مرة قيل لي أن الفتاة لا يمكن أن تكون رئيسة، ولكن بفضل والدتي أدركت أن الأمر ليس كذلك. أخبرتني أنه بغض النظر عن جنسي، فتاة أو فتى أو صفاتي، يمكنك أن تكون ما تشاء. لذلك إن أردتم شيئا فلا تخافوا من المحاولة. يمكن للجميع الحصول على وظيفة أحلامهم حتى أن يصبح رئيسا للبلاد.
ابنتي، أنا أحبك كثيرا. وأنا يا أمي. لقد كان ذلك رائعا، سامحيني يا إيفا على الشك فيك، لقد قمت بدور رائع في دور الرئيسة. أتفق تماما. نيت؟ لا أحد يستطيع أن يقوم بهذا الدور أفضل منك. سامحيني على قولي أنك لا تستطيع أن تكوني رئيسة، بالإضافة خنتك وأخذت مكانك. بشكل عام سامحيني على كل شيء، هذا لك. شكرا نيت. أصدقائي الأعزاء، حلقتنا اليوم كانت عن الرئيس، واليوم سنخبركم بأفكارنا لو كنا رؤساء ماذا كنت سأفعل. أنا سأخصص عطلة جديدة كل عام 3 أيام مثلجات مجانا للجميع. حسنا، من اقترحوا التالي؟ لو كنت رئيسة لأردت أن يذهب الأطفال إلى المدرسة 4 أيام فقط في الأسبوع و3 أيام الأخرى. أعتقد أنهم يستحقون ذلك. كلا، يجب أن ندرس على أي حال نكون أذكياء هكذا، وأيضا أن يعمل الوالدان 4 أيام وأن تكون العطلة أكثر، وهذا عادل للجميع لأن هذا ظلم بالنسبة لنا. يا رؤساء العالم انظروا إلي، أنا التالي. أقول الحق هنا. هدوء بعيدا، أين الأمر مع كريستي؟ أتعرفين كنت سأصوت لك. لو كنت رئيسة لفعلت أنه يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى أي مكان، إلى المدرسة أو العمل أو الأماكن العامة. أجل جدا. أجل. فوزي في الانتخابات. حسنا بالطبع. فوزي. 100 دولار تكفي. لو كنت أنا الرئيسة أود أن يرتدي الناس ملابس ملونة أكثر، مثلا اللون الوردي. الكثير من اللون كيزي. الوردي. حياتك الألوان الزاهية. نعم. لا شيء سأصلح الأمر. نعم انتهيت. هل أنت هيلا؟ أعتقد أن فكرة لا انتظر. هيا معا، هيا. نعم. لو كنا رؤساء لا أصدرنا قانونا، يمكن أن يكون هناك رئيسان. نعم. رفاق اكتبوا، هل تودون أن تصبحوا رؤساء أو رئيسات؟ ما هي القوانين التي ستقيمون والتي ستغيرون أو ما لا تريدون؟ نعم. بالمناسبة تذكرت ما يتعلق برغباتي، أود أن أضيف راحة كبيرة، عطلات، أريد حقا السفر في إجازة. لقد شاهدتم هذا في حقتنا اليوم، لحسن الحظ سافر. شكرا إيفا. مع ذلك في الحياة أريد أن يذهب الجميع في إجازة. نتمنى لك الذهاب في إجازة. شكرا. نعم، فكلنا ننتظر متى سيسافر هاري في إجازة أخيرا. والآن الشاهد المطر المضحكة. أعتقد أنه مرشح مثالي. أتفق، أنت عامل نظافة. أطعم في الجمل. هل تقصدني أنا؟ لقد كانت هذه جملتي. أين اختفيتم؟ فقدناكم. أنا الرئيس الجديد. وجرد أوي، ليست هذه الكلمة. هذه لست أنا. السيارة تتحرك بعدها تنطلق. كما ترون شعرنا بالملل، لذلك أردنا كسب بعض الطاقة.